أعلنت الحكومة فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2027، وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، موضحة أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفعالية المهمة يرجع إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك، لا سيما وأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم. هذا ونجحت الحكومة في السنوات العشرة الأخيرة في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لأكثر من 12 مليار يورو، مثلت دعما هائلا للاقتصاد المصري ودافعا قويا لمنظومة القطاع الخاص. نجحت 40 شركة ناشئة في مركزي إبداع مصر الرقمية في القاهرة والجيزة في جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار خلال العامين الماضيين، كما تم احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة في مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات. هذا وقد شارك وزير الاتصالات عمرو طلعت في افتتاح فعاليات النسخة 11 من قمة رايز أب المنعقدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الفترة من 16 إلى 18 من مايو في المتحف المصري الكبير، بمشاركة أكثر من 250 متحدثا وأكثر من 150 شركة ناشئة. يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين يومي الأحد والاثنين المقبلين. المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات والبحث عن آليات صنع السياسات الاقتصادية في وقت تزداد فيه المشكلات والتحديات الإقليمية والعالمية المتمثلة في الصراعات السياسية والتغيرات المناخية وضعف سلاسل الإمداد العالمية وأزمات الطاقة. انطلق التشغيل التجريبي لخدمة التاكسي الذكي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل. شهدت الخدمة إطلاقا ناجحا للمنظومة التي تعتمد على السيارات الكهربائية في التشغيل، وكذلك إطلاق تطبيق ذكي لحجز الخدمة. انطلاقا من استراتيجية الدولة نحو التحول لاستخدام الطاقة النظيفة وتعميمها في وسائل النقل المختلفة وتقديم خدمة تنافسية لصالح المواطن، دشنت وزارة النقل بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية خدمة التاكسي الذكي الجديدة. تلك الخدمة التي تعتمد على سيارات كهربائية صديقة للبيئة بشكل كامل، وتحتوي على كافة عوامل الأمان سواء فيما يخص الرحلة أو تلك التي ترتبط بالعوامل الفنية للسيارة. عندنا حوالي 150 سيارة جاهزين للتشغيل، هنبتدي بالشهر الأولاني للتشغيل التجريبي. السيارات مجهزة بكل وسائل الأمان فيها ومتصلة اتصال مباشر مع غرفة التحكم، فيها الكاميرا عشان تراقب كل اللي بيحصل في السيارة لتأمين الراكب، فيها وسيلة الدفع الإلكتروني، فكل ما هو حديث. يأتي تدشين منظومة التاكسي الذكي في إطار تعميم منظومة النقل الأخضر باعتباره الوسيلة رقم 2 بعد قطار العاصمة. ويحتوي التاكسي الجديد على مستويات أمان مثل مراقبة داخل وخارج السيارة بالكاميرات، وأن السيارات الكهربائية صادقة للبيئة ويقوم بقيادتها سائقون مدربون. دبرنا 145 عربية، ابتدينا نشغل فيهم المرحلة الأولى 10 سيارات في العاصمة الإدارية. العشر سيارات دولت مؤمنين بالكامل، فيها كاميرا داخلية للتأمين ولمراقبة سلوك من يكون داخل العربية سواء سائق أو راكب. إن شاء الله بنأمل أن كل الخدمات داخل هذه العاصمة الجديدة أن تكون صديقة للبيئة، بالإضافة لوجود جميع الإمكانيات سواء داخل الأوتوبيسات أو داخل التاكسيات من الإمكانيات اللي تريح الراكب. موجود الواي فاي، موجود اليو بي اس، موجود الشاشات الداخلية لعرض أي معلومات، موجود الشاشات الخارجية. كما تحتوي المنظومة على غرفة تحكم مركزي بشركة الاتحاد العربي وشركة العاصمة ووزارة النقل، حيث يمكن الحجز من خلال الخط الساخن أو عن طريق تطبيق ذكي تم إطلاقه اليوم يقبل الدفع نقدا أو ببطاقات الائتمان. العربيات دي owned by شركة من شركات وزارة النقل، شركة الاتحاد العربي وشركة أكتا، تمام؟ فالنهاردة الكابتن هو موظف
في العربية دي، مش هو صاحب العربية وأنا كيوزر ضيف عنده في عربيته. فطبعا ده من الحاجات الفارقة جدا. طبعا عنصر الأمان والسيفتي، كل عربية زي ما حضرتك شايف فيها كاميرا من جوة، في كاميرا في كل عربية، جي بي اس تراكنج سيستم في كل عربية، كل حاجة تراكت، في كنترول روم فوق في وزارة النقل بنشوف منها العربيات أماكنها الناس اللي جواها. سيفتي وايز هي طبعا ملهاش مثيل في مصر كسيرفيس. احنا طبعا قدمنا، كانوا الابليكيشن يعني نزلينه وقدمنا عليه وتقابلنا يعني الحمد لله، و اتعمل التريننج في فوق واختبارات سواقه طبعا والكلام ده كله. التشغيل التجريبي للمنظومه انطلق اليوم ولمده شهر كبدايه للمنظومه في العاصمه الاداريه الجديده قبل تعميمها في مختلف ارجاء القاهره الكبرى. نجحت الحكومة في التشغيل الرسمي لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع لخدمة 3,500,000 مشترك. تعتبر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أول شركة توزيع تنفذ برنامج الشحن الموحد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود. تراجعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 0.8% لتبلغ نحو 83 دولار وثنتين للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8% ليبلغ نحو 79 دولار و17 سنت للبرميل. كما قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 73% لتصل إلى $2.47 للتر. صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.31% لتسجل نحو $2.57 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الإمارات هبط مؤشر بورصة دبي، بينما أغلق مؤشر بورصة أبوظبي مستقرا وسط حالة من عدم اليقين تكتنف مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. هذا وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.4% مواصلا التراجع للجلسة الرابعة على التوالي بضغط جاء بالأساس من أسهم شركات العقارات والمرافق. سجل مؤشرا دبي وأبوظبي خسائر أسبوعية بنسبة 2.5% و5.5% على التوالي.